اعتقد بان البرتغال ستصل الجون ايضا ساقطا مره اخرى ويتالم. هذه دموع ماذا يا كريستيانو؟ أوه. 2004 كانت دموع الخساره، فهل تكون دموع الاصابه يا دون؟ في قرارة نفسه انه هو غير قادر. يا الهي ما الذي يحدث؟ ما الذي يشاهد الدموع؟ هذا التدخل، هذا يا انجليزي يا كلاتين بإصابة، هذا التدخل القاسي. ولاحظ هنا وكأن هذه الجرادة ودموع كريستيانو.